بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيزاتي أعزائي، مرحبا بكم في قناة وسيم تك وفيديو جديد. سنتحدث اليوم كما وعدتكم في الفيديو الذي شرحت فيه كيف تربحون الأموال من خلال بيع صوركم بموقع شاتر ستوك. سأتحدث اليوم عن الطريقة الأسهل والأسرع لتحسين صوركم والرفع من جودتها وجعلها أكثر وضوحا ونصاعة وإشراقا، وذلك بواسطة استعمال البرنامج الذي تشاهدون أمامكم، برنامج فوتوشوب. حيث أن الطريقة التي سأقدمها لكم اليوم طريقة سهلة وبسيطة وغير معقدة وفعالة جدا، يمكن للجميع اعتمادها وبالتالي الحصول على صور جميلة وذات جودة عالية. إذا نبدأ على بركة الله. نأتي إلى هنا إلى فايل أو ملف، ثم نضغط على أوبن أو فتح لنحضر الصورة التي سنشتغل عليها. مثلا نأتي بأي صورة من هذه الصور، نأتي بهذه مثلا، نضغط عليها لتظهر لنا في البرنامج. الطريقة الأولى لتجويد صوركم أو لجعلها أكثر جودة وأكثر نصاعة وإشراق ووضوحا، نأتي إلى هنا إلى Image، نضغط على Image، ثم على Adjustments، نحدد Adjustments، ثم نأتي إلى هنا إلى أسفل حيث مكتوب Shadows and Highlights، نضغط عليها ثم نتحصل على هذه النافذة. وبعد البحث والعمل في هذا البرنامج، هذه هي المقاييس التي تبدو لي أنها هي التي تعطينا الصورة ذات جودة عالية. هنا في Shadows Amount 35%، هنا في Tonal Width 50%، هنا في Radius 30 بيكسل، وفي Highlights هنا Amount 0%، وفي Tonal Width 50%، وفي Radius 30 بيكسل. وهنا في Adjustments Color Corrections هنا زائد 20، ويمكننا أن نضيف لها زائد 24. 24 أحسن، نعتمد 24، ويمكن لكم تغيير هذه المقاييس إذا شئتم. وهنا تضغطون على هذه على Preview لتبدو لكم الصورة كيف كانت وكيف أصبحت. هكذا كانت الصورة وهكذا أصبحت. هنا تلاحظون بعض التغيير، وسنضيف بعض التحسينات في الخطوة المقبلة. ثم نقوم بأوكي، ثم نعود إلى Image، نضغط نحدد Adjustments، ثم نأتي إلى هنا Levels، نضغط على الليفلز لنتحصل على هذه النافذة. يمكن تصحيح الليفلز أو المستويات عن طريق الضغط على زر أوتو هكذا. وإذا بدت لكم الصورة أنها ناقصة، يمكن لكم التصرف فيها عن طريق هذه الأزرار الثلاث هنا على اليمين وعلى اليسار وفي الوسط. ويمكن لكم ملاحظة التغيير من الضغط هنا على Preview، وستلاحظون التغيير أنها أصبحت أكثر، أصبحت الصورة أكثر نصاعة. ثم نضغط على OK. والخطوة الثالثة، نأتي إلى هنا إلى Brightness and Contrast، إلى الإضاءة والكونتراست، نضغط عليها، نجرها قليلا إلى هنا كي تظهر لنا الصورة. ويمكن هنا أيضا الضغط على أوتو ليقوم البرنامج بالتغييرات تلقائيا. نضغط على أوتو، وهنا قام البرنامج بالتغييرات بشكل تلقائي. وإذا بدت لنا الصورة، وإذا لم تعجب لنا الصورة أو أن هذا التغيير التلقائي لا يعجبنا، يمكننا التصرف من خلال هذه المؤشرات. هنا يمكن لنا أن نضيف أو ننقص من الإنارة،
ومن الكونتراست. ثم بعد ذلك نغلق هذه النافذة ونأتي إلى هنا إلى فلتر، ثم نضغط على نويز، نحدد نويز، نويز وهي الإزعاج، ثم نأتي إلى هنا إلى أسفل، ثم نضغط على ريديوس نويز يعني التقليل من الإزعاج في الصورة، نضغط عليها. وهذه هي المقاييس التي أرى أنها جيدة جدا في التقليل من الإزعاج. هنا strength القوة 10%، وهنا preserve details المحافظة على التفاصيل 2% فقط، وهنا sharpness details نضع 0، وهنا نفعل خاصية remove GPEJ artifacts والتي تعني إزالة الشوائب، ثم نضغط على OK. ثم هنا البرنامج يقوم بالتقليص من الإزعاج والتقليل منه. ثم هنا نعود إلى فلتر، نضغط عليها مرة أخرى ونأتي هنا إلى أسفل إلى Other، نحدد Other، ثم نأتي إلى هذا الزر هاي باس ثم نضغط عليه. هنا في هاي باس أنصحكم باعتماد 2 ولا تزيدوا فوق 2 ولا تنقصوا منها، وإذا زدتم فلا تتعدوا 3. هنا في radius 2.0 بيكسل، ثم نقوم بالضغط على OK. ثم نذهب لتسجيل هذه الصورة، لتسجيل التغييرات التي وضعناها على الصورة. نعود إلى فايل أو إلى ملف، نضغط على Save As أو Save، ثم نضغط هنا، نضغط في هذه الخانة حيث مكتوب فوتوشوب لنحصل على صورة من نوع JPEG. هنا نأتي إلى هذا السطر حيث مكتوب JPEG، نضغط ثم نضغط عليه، ثم نسجل صورتنا هنا في أي مكان في الحاسوب. هنا يقول أن هذا الاسم موجود، هل تريد تغييره؟ نعم، لا إشكال. وهنا تظهر لنا نافذة حجم الصورة، هنا حجم الصورة 5.6 ميجا بيكسل، وهذا الحجم جيد ويمكن اعتماده في بيع صوركم في المواقع الخاصة ببيع الصور. ثم نضغط على OK. أما الطريقة الثانية فهي سهلة أيضا، نأتي إلى هنا إلى فايل أو ملف، ثم نفتح صورة Open، نأتي بأي صورة، نأتي مثلا نختار مثلا هذه الصورة، نضغط عليها لتظهر لنا على الكمبيوتر، ثم نأتي إلى Image، ثم نأتي إلى Adjustment نحددها، ثم نأتي إلى هنا إلى أسفل حيث مكتوب Shadows and Highlights، نضغط عليها، ثم نعتمد المقاييس نفسها التي قرأتها عليكم سابقا، ثم نقوم بالضغط على OK. ثم بعد ذلك نأتي إلى هنا إلى Levels، من هنا نفتح Levels، ثم نضغط على Auto ليحدد لنا البرنامج بشكل تلقائي المستويات، مستويات الصورة. وإذا لم يعجبنا هذا التحديد التلقائي يمكن لنا التصرف من خلال هذه الأزرار الموجودة هنا. ثم نغلق هذه النافذة، ثم نأتي إلى هنا إلى Brightness and Contrast، نضغط عليها، ثم نضغط على OK ليعطينا البرنامج بشكل تلقائي الإضاءة والكونتراست من هنا، نضغط على OK. هنا يقوم بتحديد مستويات الإضاءة والكونتراست. وإذا أعجبتنا هذه الصورة أو هذا التحديد التلقائي للبرنامج نحتفظ به، وإذا لم يعجبنا يمكننا تغييره من خلال هذه الأزرار. ثم نغلق هذه النافذة، ثم بعد ذلك نأتي إلى هنا إلى فلتر،
نضغط على فتر ثم نأتي إلى نوز نحدد النوز ثم نأتي إلى هنا reduce noise التقليل من الإزعاج نضغط عليها ونعتمد نفس المقاييس هنا strength 10 هنا preserve details 2 وهنا sharpness details 0 ثم نفعل هذه الخاصية خاصية إزالة الشوائب remove GPEG artifacts ثم نضغط على OK ثم نعود مرة أخرى بعد أن يقوم البرنامج بالتقليص من الإزعاج من الانتهاء من هذه العملية نعود مرة أخرى إلى Filter ثم نضغط على نحدد Other ثم نضغط على High Pass ثم ندع Radius هنا 2.0 ثم نقوم بالضغط على OK قد انتهينا من عملية تحسين جودة الصورة وإذا أردنا تغيير حجم الصورة نأتي إلى هنا إلى Image ثم نأتي إلى هنا Image Size لتغيير حجمها طولها وعرضها نضغط عليها هنا الطول أو العرض أو العمق هنا Resolution 72 جيدة جدا وتقبلها أغلب المواقع التي تبيع الصور إذا أردتم أن تبيعوا صوركم غير أنه من الأحسن أو الأفضل وضع 300 هنا وهنا في العمق نضع 4000 بيكسل لأن هذه هي المقاييس التي تطلبها المواقع التي تباع فيها الصور ثم نضغط على OK هكذا قد انتهينا ثم بعد ذلك نقوم بتسجيل الصورة والإضافات التي أضفناها عليها نأتي إلى File ثم نضغط على Save أو على Save As واحدة منها نضغط عليها ثم نأتي إلى هنا إلى Format Photoshop PSD لا نختار هذه الفورمات بل نضغط عليها لتظهر لنا فورمات GPEG نضغط على هذه لتظهر لنا الصورة ثم نسجل الصورة في أي مكان في الفيديو نقوم بالتسجيل هنا Enregistrer نعم الكمبيوتر يقول أن هناك صورة بهذا الاسم هل تريدون تبديلها نعم أوكي نضغط على أوكي ثم تظهر نافذة هذا الحجم حجم small file حجم الملف ملف الصورة هنا 5.2 ميجا بيكسل هذا الحجم حجم الملف معتمد جدا لدى المواقع التي تباع فيها الصور وبإمكانكم أن تقوموا بالضغط على OK نضغط على OK وبذلك قمنا بتسجيل صورتنا هذا وبذلك ننتهي من هذا الشرح حيث شرحت طريقتين لتحسين جودة صوركم وجعلها أكثر جمالا وإشراقا ووضوحا هذه هي الطريقة التي أرى أنها طريقة الفعالة والأسهل لتحسين من جودة صوركم عن طريق برنامج فوتوشوب وإلى اللقاء في فيديو آخر جديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.